تصل لصالح منتخب البيرو. مرتد الكرة من أدان بالبين أمامية والإفراد، وكويريرو يسجل أول هدف المباراة، كرة انفرادية، وخوسي باولو كويريرو في الدقيقة 24 من كرة مرتدة أمامية. البيرو تتقدم والروخي بلانكا يسجل الهدف الأول في المباراة. تمريرة أمامية طويلة للاعب هامبورغ الألماني، لإعادة التمرير وإعادة لكرة واضحة تماما لا وجود فيها لشك في التسلل، ولكنها الخبرة الكبيرة، الاستلام الممتاز ومقابلة حارس المرمى موسيليرا والمرور أيضا من أمام موسيليرا. ضرب الدفاع، ضرب ماوريسيو فيكتورينو ودييغو لوغانو قلبي دفاع المنتخب الأوروغواياني، والانفراد والتسجيل. كروزادو لاعب خط المنتصف وصانع الألعاب لمنتخب البيرو، والذي هنا ينجح في معه أيضا لويس سواريز يأتي بهدف في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الأول. التمرير وأيضا النجاح يأتي بعد محاولات وهدف التعادل يأتي لمنتخب الأوروغواي. هدف التعادل في شوط المباراة الأول، منتخب البيرو لم ينهي الشوط الأول متقدما. لويس سواريز يأبى إلا